إذا كنا ندخل على الوصفة أول شيء بالفضاء نضع أقلام ننتبه جيدا حتى ندرك ما معنى المرصوفة. المرصوفة هي عبارة عن شبكة أو شكل على شكل مربعات صغيرة. إذا هذه الشبكة تعمل كيف تعمل؟ تعمل بالأفقي والعمودي. وإذا قلنا التنقل على المرصوفة أو نحدد موضع ما على المرصوفة، سامي ننتبه سامي معك قلم جيد. إذا كنا نحدد موقع مكان ما على السبورة يجب أن يكون هناك تقاطع. تقاطع معنى أنه هناك أنت تذهب في هذا الطريق ويأتي زميلك ويأتي في طريق آخر فتلتقيان في نقطة ما. سننتبه في نقطة ما. ما معنى ذلك؟ المرصوفة أيضا الأفقي يلتقي بالعمود. كيف ذلك؟ مثلا لدينا الحروف باللغة الفرنسية اللاتينية A B C D F G H I J K. ولدينا العدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إلى غير ذلك. مفهوم؟ مثلا لو أردت أن أحدد موقع ما، مثلا زميلي يسير عموديا طريق عمودي F، فهو يسير بهذه الطريقة، هذا هو مساره يعني طريقه. فهمتم؟ نعم. وأنا أسير بطريقة أفقية في الطريق الخامس، أين نلتقي؟ أين نلتقي؟ ملك لم تنتبه، لا تنتبه. نعم من أين؟ أسير في هذا المسار أو أخذ ذلك المسار زميلي أو عددي خمسة، أين نلتقي؟ نلتقي في هذا المربع، نلتقي في هذا المربع. أحسنت، F5، ننتبه. من يأتي سبورة ويحدد لي Thank you.
أين صديقتي؟ صورة صديقتي. جيد حسنا، هذه صديقتي. في F 6. Thank you.